رجعت لكم. اوكي، سو اول شيء قعدنا نقرا شوي عن الالاينمنت اوف ذا تشيب، انه ليش احنا بناخذ الالاينمنت بالنص، نقراها بالنص، وايش هي اصلا الديفرنشال باينري فيز شيفت كينج، وهاي الاشياء عشان بس تكون الصوره، يعني عشان نحس انه احنا فاهمين كل شيء. chip alignment and jamming. So أنا عندي concept of chip alignment. Chip alignment إنه لأنه أنت شفتوا كيف في عنا attacker frame وبعدين عنا legitimate frame. طب إحنا بدنا نعمل نشيل ال attacker frame بس ما بدنا نأثر على هاي، صح؟ فإحنا لازم نعمل chip alignment، يعني لازم نعمل يعني نخصص الكلوك تاعتنا انه تقرا بالضبط بالنص، عشان ايش؟ نكنسل هاد وما نقرب على هذا، يعني kind of like in this concept. فخلنا نشوف ايش مكتوب بالسلايد عشان نقرا شو المقصود في الشيب الاينمنت. طبعا عندنا الامبليتيود بيكس، هاي هي الامبليتيود بيكس الماكسيمم، and in the middle of the chip. In the middle of the chip, hi, already we discussed in the previous video إنه إحنا عنا هلا إحنا 0 and 1، إحنا هيك منشوفها، صح؟ 0 وهي 1، هيك هذا اللي إحنا مندرسه. الواقع ال components، الكهرباء مش هيك، الكرنت بيصير يزيد بعدين بوصل هيك للتوب، أوكي، بعدين بيجي على السكند الاين، بيجي بيقل، بيجي على الزيرو، بوصل للزيرو. فالفكره انه it doesn't just go like whoop whoop whoop، لا، ما فيش اشي هيك، ما في. الواقع الفولتج مستحيل من صفر لواحد، مستحيل، لازم الكرنت يزيد gradually. ف it reaches the tip after half of the duty cycle. يعني احنا قلنا كمان في البريفيوس فيديو انه هاي هي الديوتي سايكل تبعت الشيب، صح؟ اوكي، والمفروض انه هون الكلوك بتبدا وهون الكلوك بتنتهي، الايدج، عند الايدج، صح؟ بس ان رياليتي لما الكلوك تبدا بصير هيك يزيد، بعدين بوصل البيك وين؟ بالنص، بعدين برجع بينقص. اوكي، فهذا هو الواقع، انه البيك بتوصل بالنص. فلو احنا بدنا نعرف هاي 0 ولا 1، ما رح نطلع على السيجنال من اي مكان. يعني ايديلي اذا انا قرات السيجنال من هون او من هون ما حيفرق، حيكون واحد، لكن ان ريل لايف احنا عندنا زي هيك هضبه، فلازم نقراها من النص، لانه لو قراناها من هون رح تكون 0، حيكون عندنا ايرور. طيب، فهاي بس الأول واحدة، إنه الـ sampling point of the phase، sorry، the peak is in the middle of the chip at the ideal sampling point of the phase transition. فوين الـ ideal sampling point اللي قلنا عليه نقرأ؟ وين نحط الـ clock؟ في النص. So we should always sample in half of the duty cycle. At the ideal sampling point of the phase transitions. طيب، a higher amplitude of the jamming signal occurring where the receiver is measuring the phase transition implies a higher chance that the receiver makes a wrong phase decision, which would lead to a wrong chip interpretation. Okay, so هنا مكتوب إنه a higher amplitude of the jamming signal لما تصير where the receiver is measuring، يعني إذا أنا شغلت الجامر بالضبط على الوقت اللي الريسيفر عم يقرأ فيه الفيز ترانزيشن اللي هو مفروض in the middle of the chip، implies a higher chance that the receiver makes a wrong phase decision which would lead to a wrong chip interpretation. فإحنا الجامر، الهدف تبع الجامر إنه يخرب السيجنال، صح؟ فإحنا متى أحسن مكان متى أحسن مكان نعمل جام للسيجنال؟ بالنص ولا بالجنب؟ فأكيد أنتوا حتحكوا لي بالنص،
okay based on this فقرة يعني. طيب required to happen consecutively for successive jamming successful sorry required to happen consecutively for successful jamming because of the 11-fold redundancy of discrete spread spectrum or the spreading gain. Okay, so الفكرة إنه بسبب إنه إحنا هلأ بالأول كان عنا بت واحدة طيب فخلص نعمل جام هيك وبتخرب صح؟ بس إحنا لا هلأ إحنا we have 11 bit we have 11 bits to jam so we have to jam this we have to jam all of these consecutively عشان ايش نخرب بس واحدة one bit فعشان هيك احنا قلنا بالاول بال previous video انه ال DSSS is actually resilient to interference لانه yes, we have a slower data rate, but the spreaded signal has a higher resilience. Okay? Okay. So, هون هاي بنسميه إيش بنسميه؟ في هاي السلايد عم يحكوا إن هو اسمه spreading gain. Exact chip alignment is the most effective jamming بالضبط هذا نفس اللي مكتوب فوق انه لازم نعملها in the middle بالضبط on the contrary اذا اوكي خلنا نقول اذا الكلوك تاعتنا مش كتير accurate and it is off by half of a chip ايش حيصير it's gonna fail صح يعني if I jam مثلا if I jam هون واصلا الريسيفر is reading من هون هون الريسيفر is reading في النص طب ايش الفايدة انا I jammed the wrong area ففرصة انه السيجنال توصل الصحيحة حتكون عالية وفرصة انه انا انجح كجامر حتكون واطية فحيكون عندنا failure طيب results is that we want to superimpose a jamming at 1 megabits per second frame at different chip alignments. Okay, so أول شيء we superimpose a jamming frame at different chip alignments and then we increase the peak power of the jamming frame until the attack frame cannot be decoded anymore. طيب نختار الباور For every alignment, the average gains required for successful jamming. The figure shows a strong periodic dependency of the required jamming gain to the chip alignment. A strong periodic dependency of the required jamming gain on the chip alignment. So, and I know that when we have a frequency, we have a period, okay? When يعني لأنه ال frequency is a period يعني it's a frequent signal. When we have a frequency peak زي هيك. معناه انه we have a period with this frequency we have a period with this frequency طبعا ال period is 1 over f فهنا عنا يعني اللي انا فهمته انه we have a period periodic signal okay فهنا يعني هاي ال result بيقول انه في عنا strong periodic dependency for chip alignment. Okay. طيب هلا ال OFDM هاي بتاخد وقت للشرح. Okay, I'm just gonna cut it again. I know it's a lot of
اوكي.